سليمان صالح الحميدي، كابتن طيار، أعمل مجال الطيران من أكثر من 16 سنة، متزوج، أب لبنتين وولد. حديثي في مؤتمر تيدكس جامعة الملك سعود عن إدارة الأحلام. كثير من الشباب وكثير من الحالمين يأخذهم الحماس وتأخذهم عبارة أطلق العنان لحلمك، وبعد ذلك يصطدمون بالواقع المعاش والبيئة المحاطة. إن شاء الله الحديث سيكون موجه للحالمين، وهو عبارة عن مجموعة من المحددات تجعل الوصول بمشيئة الله إلى أحلامهم طريق أسهل وبمجهود أقل. أنا الكابتن سليمان الحميدي، انتظروني في تيدكس جامعة الملك سعود. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. بداية أتقدم بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر لإتاحة الفرصة لي لأكون أحد المتحدثين هذا المؤتمر. تعلمت أشياء كثيرة من الطيران، ليس فقط على الجانب المهني، ولكن امتدت إلى الجانب الشخصي، إلى الممارسات اليومية وإلى حياتي الخاصة. من أهم الأشياء أو المفاهيم اللي تعلمتها من الطيران إن الطيار يستطيع الهبوط بالطائرة دون الحاجة للنظر خارج الطائرة معظم الأوقات، وذلك بالاعتماد على نظام عجيب. النظام هذا اخترع في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي ولا يزال يستخدم حتى اليوم، ولا أعتقد أنه في المستقبل المنظور أنه سيتم الاستغناء عنه في الطيران. النظام هذا اسمه نظام الهبوط الآلي، أو ما يسمى بالطيران الـILS Instrument Landing System. علشان نتعرف على النظام هذا بعطيكم شرح بسيط ومختصر عن هذا النظام. النظام هذا عبارة عن جهازين، طبعاً أنتم شايفين المدرج. النظام هذا عبارة عن جهازين، جهاز بنهاية المدرج وجهاز على جانب المدرج. الجهاز اللي بنهاية المدرج يرسل إشارات أفقية، والجهاز اللي على جانب المدرج يرسل إشارات عقدية. هذين الجهازين يقودان الطائرة إلى الهبوط على المدرج. الإشارات الأفقية تقود الطائرة إلى الهبوط في منتصف المدرج، لا على اليمين ولا على اليسار. أما الإشارات العمودية فتقود الطائرة للاقتراب من المدرج بزاوية انحدار، عادة تكون ثلاث درجات، إلى أن تلامس الطائرة سطح المدرج. تقاطع هاتين الإشارتين يتشكل لدينا إطار وهمي، لكنه بنفس الوقت إطار حقيقي. لن تتمكن الطائرة من الهبوط على المدرج إلا إذا حافظ عليها الطيار داخل هذا الإطار. الإطار هذا يضيق كلما اقتربنا إلى المدرج بشكل قمعي، حتى تصل الطائرة إلى ما يعرف بالطيران نقطة الهبوط الآمنة، وهي النقطة التي تكون الطائرة منتصف المدرج وعلى ارتفاع يمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بسلام. طبعاً بأي وقت تخرج الطائرة عن هذا الإطار يجب أن يتوقف الطيار عن محاولة الهبوط ويرتفع بالطائرة مرة أخرى ويقوم بالمحاولة مرة أخرى، فلن يتمكن من الهبوط إلا إذا حافظ على الطائرة داخل هذا الإطار. المشكلة أن الطيار لا يستطيع إعادة المحاولة إلى الأبد، فالطائرة فيها كمية وقود محدودة، وهذه الكمية تستنفذ مع الوقت. لذلك يجب أن يهبط الطيار أو يستطيع الهبوط قبل نفاذ الوقود. ففي أنظمة الطيران يوجد ما يسمى بـ
أقل كمية وقود للهبوط في المطار. هذه الكمية لزيادة الأمان، بحيث يجب على الطيارة الهبوط ولا تزال هذه الكمية باقية موجودة في خزانات الوقود بالطائرة. فإذا لم يتمكن الطيار من الهبوط مدرج ووصلت كمية الوقود إلى على متر الطائرة إلى هذه الكمية اللي هي أقل كمية وقود للهبوط، توجب أنظمة الطيران على الطيار أن يتوقف عن المحاولة ويتوجه إلى المطار البديل. وعادة المطار البديل هذا تكون ظروف الهبوط فيه أفضل من ظروف الهبوط في مطار الوجهة. هذا تقريبا باختصار مفهوم نظام الهبوط الآلي بالطيران. خلونا نحاول نستفيد من هذا المفهوم في إدارة أحلامنا. يقال الحلم الذي لا تستطيع تحقيقه يتحول إلى كابوس. ولكي لا تتحول أحلامنا إلى كوابيس، دعوني أقترح عليكم مجموعة من المحددات. المحددات هذه تعمل على حمايتنا من إهدار طاقاتنا وأوقاتنا، بل وتقودنا إلى الطريق الصحيح الذي يجعل من تحقيق الأحلام أمر ممكن وسهل. لو عدنا إلى الطاهرة وتخيلنا منظر الهبوط في بداية مرحلة الهبوط، لكان عندنا هذا الشكل. المثلث اللي موجود بالمنتصف هذا هو المدرج ويمثل الحلم، وهذا الإطار هو تقاطع الإشارات التي توجه الطائرة للوصول إلى هذا الحلم. الإطار له أربع أضلاع، كل ضلع يمثل محدد واحد، محددات شخصية ومحددات اجتماعية ومحددات اقتصادية ومحددات قانونية. قبل البدء الحديث عن هذه المحددات، أريد التنبيه على نقطة مهمة جدا. أنا هنا لا أدعو إلى أن نزهد بأحلام، بالعكس، ولا أقصد أن الأحلام حصرا على مجموعة من الناس. الحلم حق للجميع، وعظم الأحلام من عظم الهمم. ولكن في أحيان كثيرة تأخذنا الحماسة وتأخذنا الرغبة الجامحة في تحقيق الأحلام إلى أن نتحدث عن الأحلام كأنه لا يفصلنا عن تحقيق الحلم إلا أن نحلم فقط. لذلك هذه المحددات إن شاء الله ستعمل بمثابة نظام الهبوط الآلي لتحقيق الأحلام. أول هذه المحددات هي المحددات الشخصية، سأتحدث عنها باختصار لن أطيل بإذن الله. المحددات الشخصية، إحنا بشر وبطبيعة البشر مختلفين، لكل منا صفات وسمات مختلفة. من المهم معرفتها، ومن المهم معرفة الفروقات التي تميزنا عن الآخرين. بكل بساطة، بعض المهن تتطلب اللياقة الطبية، بعض المهن تتطلب اللياقة الطبية واللي بالطبع لا تتوفر لجميع الناس. مثلا بعض المهن لا تقبل من يعاني مثلا من أمراض القلب أو السكر أو الضغط أو عمل الألوان. هل من الحكمة الإصرار على تحقيق حلم في وظيفة أو مهنة أو مجال يوجد محدد شخصي لا يمكن التغلب عليه؟ أم من الحكمة أن نتجاوز هذا المجال ونبحث عن مجال آخر قد يكون أرضية أخصب لتحقيق أحلامنا وتحقيق نجاحات تتفوق على المجال السابق؟ من أعجب ما قرأت في سيرة المهاتما غاندي، والتي ذكرها في مذكراته الشخصية، يقول: كنت جبانا. مهاتما غاندي يقول: كنت جبانا يتملكني الخوف من كل شيء،
ولعل هذا ما قاد المهاتما إلى الثورة السلمية اللي حقق فيها أحلام. ولكن رغم أن المهاتما لديه محدد شخصي كبير، لديه نقطة ضعف كبيرة اللي هي الجبن أو الخوف على حلم عظيم مثل الاستقلال، استطاع بتعرفه واعترافه بوجود هذا المحدد الشخصي، استطاع إيجاد طريق بديل للوصول لأحلامه. المشكلة ليست في أننا مختلفين، لكن المشكلة في أن البعض لا ينجح في التعرف عن نقاط على نقاط تفردهم ولا على أسباب اختلافه. المحدد الثاني هي المحددات الاجتماعية. بكل تأكيد تعرفون الشخصية التي تظهر أمامكم على الشاشة. هذه الشخصية غيرت العالم، غيرت علاقاتنا بالهواتف، غيرت علاقاتنا بالبيانات. يمكن للي ما تعرف عليه هذا الراحل ستيف جوبز. كنت أتساءل لماذا ظهر ستيف جوبز بالولايات المتحدة، وأيضا كنت أتساءل لو لم يهاجر والد ستيف جوبز، هل كان ستيف أو الطفل ستيف سيمتلك نفس الأحلام وسيمتلك نفس المواهب والمهارات، وهل كان سيحقق نفس الإنجازات؟ أعتقد أن الإجابة على تساؤلاتي ويمكن تساؤلات غيري أن ستيف رغم أنه ليس من الولايات المتحدة بالأساس، إلا أنه نشأ بمجتمع يشجع على الأحلام ويحتضن الحالمين ويدعم. أيضا نشأ في مجتمع يرفع شعار مهم، يرفع شعار حرية الحلم وحق الحلم لكل شخص. أنا هنا لا أدعوكم إلى الهجرة، بالعكس أنا أدعوكم إلى أن نكون مجتمع يدعم الحالمين ويحتضن الحالمين. وبإذن الله عشان يجينا يوم يظهر ستيف جوبز آخر، ولكن هذه المرة يظهر في مجتمع سعودي ونحن قادرون بإذن الله. المجتمعات تلعب دور كبير في تحديد سقف أفرادها. احلموا وامنحوا الآخرين حق الحلم. المحدد الثالث هي المحددات الاقتصادية. تخيلوا معي بلد يعيش فترة انتعاش اقتصادي. تعالوا خلونا نشوف الفرص المتوفرة واللي تساعد الحالمين على تحقيق أحلامهم. في فترة الانتعاش الاقتصادي يسهل على رواد الأعمال وعلى شباب الأعمال من البدء في أعمالهم الجديدة، مستفيدين من الحراك الاقتصادي الموجود في البلد. وأيضا في فترة الازدهار الاقتصادي يسهل على الطامحين بالعلم والعلوم وأصحاب الطموح العلمي من الالتحاق بالجامعات العالمية عن طريق برامج الابتعاث الحكومي. وأيضا يسهل على المخترعين وعلى المبتكرين وعلى المفكرين من تنفيذ أفكارهم مستفيدين من الحاضنات ومن برامج رعاية الموهوبين. قائمة تطول من المحفزات التي ترفع سقف الأحلام في فترات الازدهار الاقتصادي. ولكن على النقيض، في فترات التراجع تقل معظم هذه الفرص، وبالتالي تضيع كثير من الفرص على الحالمين لتحقيق أحلامهم. لذا من المهم جداً أن نمتلك مهارة إدارة الأحلام وإعادة ترتيب الأولويات. أحياناً الإصرار على تحقيق حلم في فترة تتدنى أو يتدنى فيها سقف هذا المحدد أو ذاك قد تقودنا إلى طريق بعيد يستنزف طاقاتنا
ويستنزف أوقاتنا وقد لا نصل أبدا. المحدث الأخير اللي نتحدث عنه اليوم هو المحدث القانوني. القوانين بطبيعتها ترتبط بتطبيق العقوبات على مخالفيها وعلى متجاوزيها. القوانين أبد لا تمنعنا أن نحلم، ولكن سعينا لتحقيق الأحلام في خارج إطار القانون قد يقودنا إلى طريق بعيد جداً. فمثلاً مؤلف يحلم بالثراء والشهرة، قد يقوده هذا الحلم أو في سبيل تحقيق هذا الحلم قد يقوده إلى السرقة الأدبية، وبالتالي بدلاً من تحقيق هذا الحلم يكون مصيره السجن. السجون تعج بالحالمين الذين قادتهم أطماعهم إلى تجاوز القانون. أرجع وأذكر ما ذكرته بالبداية أن الحديث عن الأحلام والحالمين حديث ذو شجون. هذا الشجر المصحوب بالرغبة الجامحة لتحقيق الأحلام قد يخدعنا ويوهمنا أنه لا يفصلنا عن تحقيق الأحلام إلا أن نحلم فقط. صدقوني، تحدي تشكيل الأحلام لا يقل عن تحدي صعوبات الوصول إليها، والذي قد يشبه بتحدي أرسطو في وصيته لابنه، والذي ذكر فيه أن أي شخص يستطيع أن يغضب، هذا سهل، ولكن أن تغضب من الشخص المناسب بالقدر المناسب والوقت المناسب وللسبب المناسب وبالشكل المناسب فهذا ما ليس سهلا. ولكي لا تتحول أحلامنا إلى كوابيس، دعونا نحلم الحلم المناسب بالشكل المناسب وللسبب المناسب وبالقدر المناسب وفي الوقت المناسب. حلمي وحلمك يشكل واقعي وواقعك، فلنعتني بإدارة الأحلام. شكرا لكم.